وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أبدى تفاؤله بتحقيق الخضم لنتيجة إيجابية في لوزاكا أمام المنتخب الزامبي، مؤكدا ثقته في رفقاء السوداني الذين يواجهون منعرجا حاسما في تصفية مونديال روسيا. أحيي الفريق الوطني الجزائري الذي يتواجد حاليا في لوزاكا في زامبيا، تمنيا لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق في مباراة الغد مع زامبيا، وباش إن شاء الله يكون الفوز حليف الفريق الوطني الجزائري وعودة إلى أرض الوطن بالنقاط الثلاثة قبل مقابلة قسنطينة يوم 5 سبتمبر إن شاء الله، باش يكون ضمان بقاء دون لا كورس، وايضا ضمان بقاء امل الشعب الجزائري في التاهل الى روسيا.